أبو حركت فيني كتير مشاعر، فكرتني بالأيام الحلوة. في إيه مرجان؟ من مدة وأنت منك على بعضك، في شي؟ رفيق يا أوت، أنت رفيقي وأنا رفيقك، وإحنا الاثنين رفقة وترافقنا سوا على المرفق وما رفقنا. هي رفقة ولا لبن؟ أنا مريض بالسرطان. سرطان؟ رح موت. لا مرجان، اسمع، في سر صار لازم خبرك فيه. غير إنك مرافق زوجتي، في شي تاني؟ شو أنت بتعرف؟ العالم كله بيعرف، حتى حمدان أبو المخدر يعرف. وليه علامتي؟ بس السر اللي لازم تعرفه إني أنا مرافق زوجتك. بعرف، العالم كله بيعرف، حتى حمدان أبو المخدر بيعرف. صار لازم نقوص حمدان أبو المخدر لأنه بيعرف كل أسرارنا. اسمع، السر الثاني اللي لازم تعرفه، بنتك زمرد منا بنتك. بعرف بنتك أكيد. ولا بنتي، ما حدا بيعرف مين بيها، العالم كله ما بيعرف. تخيل، حمدان أبو المخضر ما بيعرف. ليه على أنتي؟ في السرطان بياكل بجسمي. لا اسمع، خلي بالك من زوجتي. زوجتك في الحضب والصون. بس زوجتي مين اللي بعدك؟ مرجان راح موت. مرجان راح موت فيه. لا ما تموت، ما تموت. بربم بم 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 بربم بم 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 بم. ترسلها، ترسلها، شي رجلك بم. نسوي لها شطال. بربم محمود، ما تموت، ما تموت. ليش؟ المخرج خبرني انك راح تموت في الحلقة 90. كذاب، بسبب التعليقات السلبية علي انا، قال لي راح اقتلك. لا مرجان.